هذا أخونا يقول هل من نصيحة لمن اغتر بالتنظيمات الإرهابية في قضية الإخلال بالأمن وغيره؟ لا شك أن التنظيمات الإرهابية مهما تعدد اسمها، بل أقول لك إن أسماءها غير محصورة، فإن الأسماء تتولد وتتغير، بل أخبرك أنها ستبقى إلى قيام الساعة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم بين بعض العرب وترك قريشا والأنصار، أرضى الأنصار بكلم وأعطى قريشا بعد ذلك، قال: فجاء رجل حاسرا عن رأسه قد ظهرت وجنتاه أجل الجبهة، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى أن قال في بعض ألفاظ الحديث في خارج الصحيح: يقاتل آخرهم مع الدجال. فقوله يقاتل آخرهم مع الدجال يدلنا على أن هذه الأهواء وهذه الفرق باقية إلى آخر أمد الدنيا، لأن الدجال إنما بعده عيسى بن مريم، وهذا يدلنا على أن الأهواء تتغير مهما تعددت أسماؤها. ولذلك فإن الانتماء لغير السنة والجماعة انتماء شر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة لما يعتصم به في آخر الزمان، قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. وهذه كلمة عظيمة يكون فيها أصل كل خير عند الفتن.